يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد في الأولى والآخرة يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا أستاذنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وسيمتك السماحة والوفاء. أحبتي الكرام، في آخر الزمان تكون علامات للساعة، وتكون أشراط للساعة، وتكون أمارات للساعة. يقول علماؤنا سميت أشراط الساعة لأنها تتقدم الساعة وتكون قبلها، وسميت أمارات الساعة لأن الأمارة هي التي تدل السالك على الطريق، وتدل السفينة في البحر على اليابسة، فهي تدل المؤمن على قرب الزمان ونهايته، وعلى المبادرة للأعمال الصالحة، وعلى الإقبال على الله تعالى. والساعة ساعة كبرى، وساعة صغرى، وساعة وسطى، وهي الجزء من الزمان، ويعبر عن الساعة بيوم القيامة: اقتربت الساعة وانشق القمر. فالساعة الصغرى هي موت الإنسان، إذا مات الإنسان قامت ساعته وقامت قيامته. والساعة الوسطى هي موت أهل القرن أو أهل الزمان. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أنيس وكان غلاما للأنصار، قال: إن يعش هذا الغلام حتى يطول به الزمان فإنه لا يموت حتى تقوم الساعة. يقول أهل العلم بمعنى أنه لا يموت حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة، أنه لا يموت عبد الله بن أنيس حتى ينقرض أهل زمانه. والساعة الكبرى هي الساعة التي تكون منها القيامة ومنها الأهوال الكبرى. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ذكر لأصحابه أحاديث في أشراط الساعة. لكن أيها الأخوة الكرام، نحتاج إلى فقه لأشراط الساعة، وفقه لعلامات الساعة، وفقه لقرب الساعة. إذا قال الناس والعلماء، وتكلم العلماء عن أن أشراط الساعة الصغرى قد انقضت وأن الأشراط الكبرى بقي لها ما هي إلا أزمان وتظهر، نحتاج إلى فقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويكثر الهرج، ويكثر الهرج، ويظهر الزنا، ويتقارب الزمان. ذكر جملة من العلامات: يقبض العلم، الفقه الذي يصحب قبض العلم نشر العلم والسعي في تبليغه والدعوة إليه والاجتهاد في أن يخرج العلماء الأمة مما هي فيه. علماء يفكرون للأمة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في زمان الاستضعاف الذي مر بالأمة والتتاري وغزو الأمة أخرج لنا فقها عظيما، وهو فقه الموازنات، ما نسميه اليوم بفقه الموازنات، أو فقه تغليب المصالح على المفاسد، أو بفقه الفقه الذي يصاحب آخر الزمان. ولذلك ظهر من علمائنا شيخ الإسلام ابن تيمية والعز بن عبد السلام والشاطبي عليه رحمة الله تعالى وغيرهم من أهل العلم الذين رسخوا لنا فقها في زمن الاستضعاف حتى تخرج الأمة إلى التمكين وتكون في عزة وقوة وهي في هذا الزمان. نسعد أحبة الكرام باتصالات المتصلين واستفساراتهم على أرقام الهاتف التي تظهر تباعا على الشاشة. نرحب بالإخوة المتصلين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. تفضل شيخ العاطف. معك العاطف يوسف طاجة باسم الله. الشيخ العاطف تفضل، بارك الله فيك. حبينا العاطف ربنا يوصلك الجميع إن شاء الله. الله يكرمك، بارك الله فيك. شيخ مرة من سجود الشكر، هل يحتاج إلى وضوء؟ سجود الشكر. سجود الشكر. طيب أي نعم. تحتاج إلى وضوء؟ هل هو سجدة واحدة أم سجدتان؟ وهل يجوز لابد من استعمال الغلة للسجود؟ طيب. دائرة رقمك شيخ بسم الله. طيب طيب اخواننا في الكنترول ان شاء الله يدوك الرقم، ما في اشكال ان شاء الله باذن الله تعالى. اخواننا في الكنترول، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. معنا أيها الأخوة الكرام، حتى نستقبل اتصالات المتصلين نرجع إلى الحديث عن فقه أشراط الساعة. معنا المتصل، السلام عليكم. شرفنا الله ربنا وعلا. حياكم الله. الله يجزيك. برنامج ميزان الحسنات إن شاء الله. اللهم آمين، اللهم آمين. معنا من سعيد محمد حمزة من أمدرمان. حيا الله شيخ سعيد. طيب أخونا سعيد يواصل الاتصال. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. حياكم الله، تفضل. الله يبارك فيك. معنا من تفضل؟ أحمد محمد. أحمد، شيخ أحمد تفضل. الله يبارك فيك. سؤال واحد فقط. نسمعك إن شاء الله، تفضل. والله إنسان يعني لقى تلفون في أنا عم كده في السوق. أيوه. طيب تسمع إن شاء الله لي. وبعدين ما في شراء عشان يمكن يقرأه يتصل عليه ويعرف صاحب التلفون. ايوه طيب تسمع. فتشنا الجهاز ما في اعلام تدل على صاحبه ولا. طيب عرفت شيخ احمد، كلمت الناس الحته اللي جيت فيها التليفون ده، كلمت الناس قلت لهم في زول. هو لقى يعني شاف الصغير كده ما عارف حاجه وجابوا هنا البيت. طيب خلاص ان شاء الله. فتشنا وسالنا وهل لقيت معه حاجه ثانيه؟ قال ما لقيت معه شيء. طيب تسمع ان شاء الله الاجابه، تسمع الاجابه ان شاء الله. هل بعرف ذلك اذا كان مثلا هل يمكن الضغط وهم ذاتهم برضه فوارة؟ طيب تسمع ان شاء الله الاجابه، تسمع الاجابه ان شاء الله. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نرجع احبتي الكرام الى الحديث عن فقه اشراط الساعه. قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يكسر الهرج، يكسر الهرج بمعنى انه يكسر القتل. وعليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله، تفضل. تفضل نسمعك. بس اسمعنا الله يكرمك، من اسمعنا من التلفون الله يكرمك. الله معك اسير محمد علي الشماليه. الشيخ السير تفضل، الله يكرمك. الله يبارك فيك. انا اسال يعني من الاكل، يعني الاكل متكئا ما حكم الشريعه في ذلك؟ طيب تسمع ان شاء الله. هو الاكل غايما والاكل برضه غايم، يصير يكون واقف على حلو ياكل. طيب الله يجزاك خير. بارك الله فيك، تسلم، الله يجزاك خير. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نرجع احبتي الكرام للحديث عن قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، معنى الهرج هو القتل، وهذا الذي نراه في زماننا اليوم أنه سيكون في آخر الزمان كسرة للقتل، وكسرة القتل هذه تصحبها كذلك أحاديث تدل على كسرة النساء. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر، حتى أن المرأة يكون لها 50 من النساء يكون لهن قيم واحد، وتمر الجماعة من النساء على نعل رجل فتقول هذا نعله، لكثرة الحروب في آخر الزمان ولكثرة قتل الرجال في آخر الزمان، فيكثر النساء، يكثر النساء ويقل الرجال. إذن هذه علامة حادثة وواقعة ستحدث، قد حدث بعضها. هنا الفقه الذي ينبغي علينا أن يصاحب هذه المرحلة هو الإسراع في تزويج النساء وعفافهن، والعمل على تيسير المهور والسعي في أن نعمل على تزويج الشباب والإسراع في ذلك. طيب معنا متصل، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. حياكم الله، تفضلوا. جزاكم الله خير. لو سمحت بس عندي استفسار. نعم. إذا كان في مبلغ مودع لدى البنك وهو يبلغ نصاب الزكاة، مرت عليه سنة وتم تزكيته، وإذا مرت عليه سنة ثانية وما تم، يعني ما كان في حوجة يعني بقى زي ما هو، هل يزكى مرة ثانية؟ طيب ده الشق الأول من السؤال. الشق الثاني له علاقة برضه نفس الشيء، إذا كان هو وديعة استثمارية كيف تحسب زكاة الوديعة الاستثمارية؟ طيب حصر الزكاة أين؟ شكرا جزيلا، بارك الله فيك وبركتي. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. طيب معنا متصل، السلام عليكم.
طيب نرجع لأخونا العطا يوسف بن المناقل يسأل عن سجود الشكر، هل يحتاج إلى طهارة وهل هو سجدة واحدة أم سجدتان؟ نقول أيها الأخوة الكرام، السجود من أعظم القرب إلى الله تعالى وأعظم العبادات لله تعالى، وقد ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى أن السجود على خمسة أنواع، السجود على خمسة أنواع: سجود المرء في صلاته، وسجود التعظيم، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، وسجود السهو. هذه خمسة أنواع من أنواع السجود. نرحب بالأخوة المتصلين. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. حياك الله، تفضل أستاذ، تفضل. كيف الحال أحوالك شيخ؟ الله يكرمك أستاذ، بارك الله فيك، تفضل. أنا عندي زول يعني ارتكب جريمة ومتزوج وجريمة متحدثة، ونظمت فيه وزعلته وقاتلته ونظمت للناس كثير. الكلام ده فوق حساب علي ولا كيف؟ طيب تسمع إن شاء الله الإجابة. أي، وبعدين السؤال الثاني يا مشيخ. أي نعم. السؤال الثاني، في بعض المصلين أول ما يخش المسجد ينقلق الواحد بعد الصلاة ينقلق. أيوة نعم. ما أعرف الكلام ده يعني ما بيقول اسم. لا بيذكر الله. ينقلق ساكت، يقول الصلاة دي تقيلة والصلاة دي خفيفة. أيوة. والصلاة تانية. طيب. إن شاء الله. الله يكرمك. بارك الله فيك. الله يكرمك، بارك الله فيك. الله يبارك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ وعليكم السلام، الله حياكم الله، تفضلوا معنا. من ساعتكم دي ما لا دخلت. والله بس عندنا تغير في التردد، إن شاء الله تابعوا التردد الجديد للقناة إن شاء الله. وين هذا؟ أي نعم. يعني ها؟ في تردد جديد للقناة إن شاء الله، تفضلوا. نعم تفضلوا السؤال. أيوة يعني لسه. لا لا خلاص. أي نعم. أنا ما 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 في التلفزيون حقنا ما في عشان كده. أيوة لا خلاص خير إن شاء الله. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نرجع أحبتي الكرام لسؤال أخونا العطا يوسف من المناقل، يسأل عن سجود الشكر. وقد تكلمنا أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى قسموا السجود إلى خمسة أقسام، قلنا سجود المرء في صلاته، وسجود التعظيم، وسجود الشكر، وسجود التلاوة، وسجود السهو. أما بالنسبة لسجود المرء في صلاته، من أعظم القرب كما جاء في صحيح مسلم: إذا سجد العبد السجدة اعتزل الشيطان يبكي قال يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وما جاء في الحديث أن ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. والسجود فيه مغفرة للذنوب، والأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا بالنسبة لسجود المرء في صلاته. أما بالنسبة لسجود التعظيم، هذا كان في حق الأمم الماضية، ونسخ في حق أمتنا لجملة من الأدلة التي وردت في ذلك، منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحد الأنصار قال: يا رسول الله لقد ندب بعيري، أي شرد وله صولة. فقال له رسول الله: أين البعير؟ قال: فجاء رسول الله إلى البعير فإذا بالبعير يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسرع ويسجد عند قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة ينظرون هذا المشهد، فيقول: يا رسول الله هذه دابة لا تعي ولا تعقل، ألا نسجد لك؟ يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لحقه عليها. إذن هنا هذا السجود الذي حدث سجود تعظيم نسخ في حق أمتنا، وهو من شرع من قبلنا الذي نسخ. النوع الثالث من أنواع السجود وهو سجود التلاوة. سجود التلاوة قد ذكره العلماء أنه في مواطن سجدات التلاوة التي جاءت في كتاب الله تعالى، وهو إما أن يكون 11 موطنا كما قال علماؤنا من المالكية، أو أنه في 15 موطنا كما قال علماؤنا من الحنابلة، أو في 13 موطنا كما قال علماؤنا من الأحناف عليهم رحمة الله تعالى. وللمرء في سجود التلاوة أن يسجد سواء كان للقبلة أو لغير القبلة، ويستحب السجود إلى القبلة.
وهو من السجود المستحب ويجوز أن يؤديه الإنسان على طهارة وعلى غير طهارة، ويستحب للقارئ كما يستحب للمستمع أيضا. النوع الرابع من أنواع السجود وهو سجود الشكر الذي سأل عنه أخانا العطاء يوسف. سجود الشكر ذهب إليه جماهير العلماء عدا علماؤنا من الأحناف عليهم رحمة الله تعالى، فكرهوا ذلك وقالوا أن الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى بكمال طاعته والقرب منه والعبادة والانقياد لأمره، هذا هو شكر النعمة التي أنعم الله بها على العبد. إذن الجماهير العلماء على أن المرء يسجد سجودا للشكر، وهي سجدة واحدة ويستحب لها الطهارة، وهي يستحب لها الطهارة، لكن لو سجدها الإنسان من غير طهارة لا حرج. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه نعي إليه مسيلم الكذاب فخر ساجدا لله تعالى شاكرا له، فهذا السجود الذي أطلق عليه العلماء سجود الشكر والعلم عند الله تعالى. طيب معنا متصل، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب فقلنا إذن يسأل كذلك هي واحدة أم أكثر؟ لا، السجدة واحدة يا أخانا العطاء. طيب أخونا أحمد يسأل عن أن ابنا له أو أخا له صغير وجد هاتف ولا يعرفون صاحب هذا الهاتف ولا يجدون فيه شريحة حتى يتصلون على صاحبه. الهاتف الذي وجدتموه أيها الأخوة الكرام يعد لقطة، واللقطة إما أن تكون مالا ذا قيمة يرجع إليه صاحبه، يعني اللقطة هي مال ذا قيمة يرجع إليه صاحبه. سأل أحد الصحابة رضي الله عنه وارضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، يسأله عن اللقطة، فسأله عن ضالة الغنم، الغنم التي تكون في المرعى لا يجد الإنسان لها صاحب، قال يا رسول الله ضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال يا رسول الله ضالة الإبل، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها فإن معها وكاءها وعفاصها تأكل من تريد الماء وتأكل من الشجر. ثم سأله عن اللقطة قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. الشاهد من ذلك أن اللقطة أو المال الضائع الإنسان يعرف صفته، أي وكاء والعفاص بمعنى أن يعرف الصفة التي تبين هذا المال المفقود، ويكون مالا ذا قيمة يعرف عند الناس، يسأل الناس يقول يا فلان يا فلان أنا والله وجدت مال. فإذا جاءك أحد الناس وعرف هذا المال فوجدت أن الصفة قد انطبقت عليها، أنت يدك يد أمانة تعطيه هذا الهادف أو تعطيه هذا المال. أما إذا لم يجد الإنسان له صاحب، ما وجد الإنسان لهذا المال صاحب، ما وجد له من يعرفه، فله أن يعرف سنة، يعرف سنة ثم يجوز له أن ينتفع بهذا المال، ينتفع بهذا المال يأخذه، فإذا جاء صاحبه رده بعد ذلك. لكن اللقطة التي تعرف أيها الإخوة الكرام كما يقول العلماء هي اللقطة التي لها يرجع صاحبها ويطلبها وتكون ذا قيمة. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه وجد رجل يحمل درهما قال لمن هذا الدرهم، لمن هذا الدرهم، كأنما يعرفه، فعلاه عمر بالدرة قال له ما هذا الورع المتكلف. إذن هنا اللقطة من شروطها أنها تكون مال ذا قيمة. فنقول يا أخانا الكريم عليكم التعريف بهذا التلفون في المكان الذي وجدتموه فيه، فإذا مرت سنة فلكم أن تنتفعوا به وتكونوا ضامنين له بعد ذلك والعلم عند الله تعالى. أحبتي الكرام فاصل ثم نعود بعده للإجابة على أسئلتكم، فكونوا معنا بحول الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم أحبتي الكرام للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، ونرحب بالإخوة المتصلين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، تفضل. يلا كل شيء كيف أخبارك؟ بارك الله فيك، بوركت الله يحفظك، بارك الله فيك. بزعل من صلاة الجنازة، أقول لك يا الصفوف، أقول لك ثلاثة يا خمسة يا سبعة، وممكن اثنين أو أربعة أو ستة، من يقول بس اللي غن ثلاثة أو خمسة أو سبعة. الصواب الثاني يا مولانا برضو إذا كان على السماية ممكن اليوم الثاني الثالث ممكن في أي يوم يتسمون. طيب تسأل. طيب بعد السابع يعني؟ أه؟ بعد ما تم السبع أيام؟ لا قبل السبع أيام. طيب قبل السبعة؟ طيب. نعم.
طيب يلا الله يكرمك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم. طيب نرجع احبتي الكرام، اخونا سير من الشماليه يسال عن الاكل متكئا والاكل قائما. ايها الاخوه الكرام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاكل متكئا، يعني جاء في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان ياكل الرجل متكئا، والحديث صحيح مسلم، لكن العلماء عليهم رحمه الله تعالى اختلفوا في صفه الاتكاء، اختلفوا في صفه الاتكاء من العلماء وهم جماهير العلماء عليهم رحمه الله تعالى، قالوا الاتكاء ان يسند الانسان يده ويستلقي وياكل، هذه الصفه صفه الاتكاء، انه يجلس على هذه الهيئه التي يعرفها عندنا كثير من الناس. وبعض العلماء قال ان الاتكاء هو ان يجلس الانسان ويتربع كتربع كثير من الناس على المائده، فهذه الصفه التي ذكرها العلماء عليهم رحمه الله تعالى في صفه الاتكاء هي النهي عن الكبر، والإنسان أنه يدخل عليه شيء من الكبر أو العجب أو كذا، فحملوا هذا النهي على هذه الصفة لأنها كانت صفات من صفات أهل الكبر وأهل العجب أنهم يأكلون على هذا الحال. طيب معنا متصل، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تفضل. نعم تفضل. ما حكم صلاة النافلة بعد صلاة العصر؟ طيب اسمع ان شاء الله الاجابه. طيب طيب السلام عليكم. طيب نرجع فنقول ان النهي لما يدخل على الانسان من كبر، اما بالنسبه للاكل قائما فلم يرد فيه شيء، لم يرد فيه ان النهي من ان ياكل الانسان قائما. كذلك ورد النهي عن الشرب قائما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان قائما، وقد ورد حديث أنه من شرب قائما فليستقي، لكن يعارضه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما طاف بالبيت فتقدم إلى زمزم فتناول دلوا فشرب واقفا صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى فيه دلالة على استحباب الشرب جالسا وعدم كراهة الشرب قائما، يعني الإنسان لا حرج إن كان على هذا الحال أن يشرب قائما. أما بالنسبة للأكل قائما فلم يرد فيها شيء أو لم أقف فيها على شيء، والعلم عند الله تعالى. الأخت السائلة تسأل عن ودائع البنك، عن كيفية زكاتها. نقول أولا الودائع البنكية هي نوع من المضاربات، نوع من المضاربات، وهي الودائع الصحيحة التي لا حرج فيها أن تكون مضاربة بين العميل وبين البنك، إذا ربح البنك أن يربح، وإذا خسر البنك أن يخسر، فهذه الوديعة. أما بالنسبة لزكاتها فيضرب لها حولا، هو الآن مضارب أودع مالا، فإذا بلغ هذا المال نصابا بعد سنة فإنه يخرج زكاتها، يخرج زكاتها السنة، بشرط أن تكون بالغة للنصاب، بالغة للنصاب، وأن هذا المال قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، فيخرج منه ربع العشر، يخرج منه ربع العشر، بمعنى أنه يخرج من كل مليون أو من كل ألف 25، من كل مليون 25 ألف أو من كل ألف 25 جنيه. فنقول إذن هذا المال الذي يخرجه ربع العشر لا حرج أن يخرجه السنة القادمة إذا لا يعني إذا تأخر، لكنه يأسم في ذلك، فعليه على المبادرة والإسراع في إخراج الزكاة، ولا يجوز تأخيرها، لا يجوز الإنسان أن يؤخرها، لكن إذا حدث له لغفلة أو لنسيان أو لسهو أنه نسي هذا المال ثم مرت عليه سنة أو سنتين، فنقول أنه يخرج زكاة السنتين، لا يخرج زكاة سنة واحدة، بل يخرج زكاة حولين، كما يجوز إخراجها جملة بعد سنتين كذلك يجوز تقديمها بعد سنتين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عمر لكي يجبي له الزكاة، فجاء عمر بعد أن قال له يا رسول الله لقد منع خالد ومنع العباس ومنع جميل، منع عبد الله بن جميل، قال أما العباس فإنه قد قدم زكاة حول أو حولين، يعني فله عندي علي ومثلها، يعني العباس قدم زكاة حول أو حولين، وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، فإن خالدا قد حبس أدراعه وعتاده في سبيل الله، وأما ابن جميل فما باله أن أغناه، أن كان فقيرا فأغناه الله، دلت على أن يجوز تقديم زكاة المال لسنة أو سنتين. كذلك تسأل
السائلة أن كيف يحصل الإنسان زكاة؟ لا، يحصل الإنسان زكاة بجمع المال، يشوف المال بلغ النصاب أم لم يبلغ النصاب، والعلم عند الله تعالى. طيب، معنا متصل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. نعم تفضلوا. جزيل الله فضلا إن شاء الله. معكم وفاق علي يوسف، مدينة البوري. حياكم الله وفاق، تفضلي. الله يسلم إن شاء الله. بس أنا عن الحكمة من سمة الزيت الزيتون، الزيت به ودهن الحين به في تفسير قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: عندما أتى العام الذي يغاث فيه الناس وفيه يحصرون. هل طيب. هو الزيت، هو الزيت الذي يطبخ به الطبيخ والدهن الذي كان به الإنسان رأسه وبدنه؟ طيب، هل هذا هو المعنى الصحيح؟ طيب، تسمع لي ما شاء الله. إن شاء الله. والسؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني: إذا كانت يعني أحد الأبناء رضع من امرأة أخرى غير أمه الأصلية، وهل خال هذه المرضعة التي أرضعته يعتبر إخوانها خال لهذا المرضع الذي رضع منها؟ طيب، تسمع لي. إن شاء الله. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، بارك الله فيك، تفضل. معك محمد عبد المنعم عبد الرحمن. محمد، تفضل. نعم يا شيخنا، أنا رجل يعني بقول لها في شخص جاء خش الجامع. ايوه. نعم، خش الجامع وصلى ركعتين. نعم. في المسجد. هو بصلي في تحت المسجد كده، قام الصلاة قاموها. أيوة. هل اقطع الصلاة، اقطع الركعتين بتاعت تحت المسجد ولا يواصل؟ طيب، اي نعم، تسمع الإجابة. اي نعم. نعم. والسؤال الثاني، إننا يعني مثلا إننا وفاء والجثمان سكراء. اي نعم. سالهم على الزان العشاء. ايوه. يا سالهم على الزان. يلا نحن هنا، هل من نصلي الفرضية ده ولا مش نعجز معه؟ طيب. نعم. والسؤال الثالث والأخير، مثلا يعني أنا بصلي في صلاة المغرب. نعم. قامت فاتتني رجعة. أي نعم. فاتني رجعتين. أدركت الرجعة الثالثة اللي هي الأخيرة. يلا أصلي الرجعة الأخيرة دي مع الإمام. ايوه. وزي. طيب، انت ادركت يعني ادركت الاخيره ان شاء الله. نعم، ادركت الجلسه الاخيره مع الامام. واضح، واضح السؤال. اقوم اجيب الرجعه، اقوم اجيب الرجعتين ليلك ولا اقوم اجيب رجعه؟ طيب، تسمع تسمع اي واضح، واضح سؤالك. تسمع ان شاء الله الاجابه ابننا محمد باذن الله تعالى. نرجع احبتي الكرام للاجابه على اسئله الاخوه المتصلين. سائل يسأل يقول أنه أحد الناس يقع في معصية من المعاصي، زجره ونهاه وشهر به بين الناس. نقول: أما بالنسبة للزجر، إن كان من باب التوبيخ أو من باب حتى لا يرتدع الإنسان، وكان بينك وبينه ولم تشهر به، فلا حرج من باب أمره بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحته، لا حرج. لكن التشهير لا يجوز، التشهير لا يجوز. فالمرأة التي زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت: يا رسول الله طهرني فإني قد أصبت حدا، ثم لما جاء بها فشدد عليها ثيابها فرجمها أحد الصحابة، فلما أصابه شيء من دمها سبها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسبها، لا تسبها، والله إنها لقد تابت توبة لو وزعت على صاحب مكس لوسعته، أو لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. ففيها دلالة على الإنسان لا تعلم حاله بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فقد تغلبه نفسه ويغلبه هواه ويقع في المعصية. لكن الواجب على الإنسان أن ينصح، والواجب عليه أن لا يشهر، والواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشيء من الحكمة، بشيء من الحكمة والرحمة والرأفة واللين. كذلك الرجل الذي شرب خمرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيء به فحد، ثم شرب خمرا فجيء به فحد، ثم شرب مرة أخرى فجيء به فحد، فأحد الناس إذا به يسبه
فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم غضب، قال له لا تسبه فإني أعلم أو إني أشهد أنه يحب الله ورسوله. ففيها دلالة أن الإنسان لا يعلم حال المرء ولا يستطيع أن يعلم حال قلبه مع الله سبحانه وتعالى، لكن عليك أن تنصح يا أخانا الكريم وأن لا تشهر به. والنصيحة تكون بشيء من لا تكون بين الناس، يعني تكون في انفراد. كذلك يسأل عن بعض المصلين الذين يخرجوا من الصلاة فيكثر من اللقط والكلام، الإمام طول، الإمام قصر، أخرتم الوقت، زدتم الوقت. أيها الأخوة الكرام، المسجد ما جعل إلا لكي يجمع أولا هذه القلوب على طاعة الله، وأعظم شعيرة من الشعائر وأعظم عبادة من العبادات. ثم كان فيه الاجتماع، اجتماع الأمة، ودليل وحدة الأمة. إذا المسجد يجسد أيها الأخوة الكرام وحدة الأمة وتلاحمها، ويجسد كذلك المنارة الهداية والعدل التي يخرج منها النور إلى العالم بأسره. لذلك هذه المساجد الآن لما تغير حالها، قلت الهداية منها، تغير حالها، أصبحت المساجد تجد بعض الناس يتحدثون إذا بهم يغتابون أحد الناس في المسجد، بعض الناس قبل الصلاة يختلفون، بعض الناس ما جاءوا إلا لكي يجتمع. لذلك بعض المساجد هذه أيها الأخوة الكرام، وبعض الناس ربما جاء إلى المسجد والمسجد جاء إلى المسجد وآذى غيره. ولذلك المسجد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عن أن يكون كجلبة الأسواق، جنبوا مساجدكم هشات الأسواق. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذي الإنسان فيه أخاه، يعني إذا كان يوم الجمعة فلا يتخطى الإنسان الرقاب، إذا لم يجد مكانا أو فرجة أو كذا لا يتخطى الرقاب فيؤذي الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وجد الرجل يتخطى الرقاب وإذا به يؤذي الناس قال له اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت الناس وآنيت، أي بمعنى تأخرت. وكذلك على الإنسان أن لا يؤذي الناس برائحة كريهة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا فلا يقرب مساجدنا. ولذلك لماذا؟ لأنه يؤذي الناس، وأذية الناس في المسجد لا تجوز، سواء كانت هذه الأذية بكلمة، الأذية بقول، فهذه الأذية لا تجوز، الأذية بفعل لا تجوز. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه وجد امرأة قد أصابها الجزام، أصابها الجزام وهي وإذا بها تطوف ببيت الله تعالى، والناس عافوا ذلك الأمر، فنهاها، دعاها عمر رضي الله عنه وارضاه، قال لها يا أمة الله إن الله قد عذرك فلا تؤذي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا بها ترجع وتجلس في بيتها هذه المرأة، وبعد زمان توفي عمر رضي الله عنه وارضاه، وإذا بأحد الناس يقول لها يا أمة الله لقد مات الذي كان قد نهاك عن الطواف، وهي كانت من أهل مكة والطواف في حقها مندوب. قالت والله ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا، يعني ما كانت تطيع عمر وهو يحي وتعصيه ميت. إذن الشاهد من ذلك أيها الناس أن المساجد يتجنب فيها إذاية الناس. كذلك الذين يكثرون من اللقط والكلام في تأخير الصلاة أو في تقديمها، في مسألة تطويل الإمام أو في تقصير الصلاة، أيها الإخوة الكرام الإنسان جاء لكي يخرج. كذلك ننبه الإخوة الأئمة أو المصلين على الإمام أن يرفق، يرى حال الناس، يرى حال الذين يأتون للصلاة، فلا يطيل إطالة تكون سببا في فتنة كثير من الناس. صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، وذكرها البخاري عليه رحمة الله تعالى في باب الغضب في الموعظة، قال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من أما الناس فليخفف فإن فيهم المريضة والكبيرة ذي الحاجة. إذن ذاك الإمام عليه أن يصلي صلاة وسطا، ويلحق بالإمام أيها الأخوة الكرام من يقوم للنصيحة بين الناس. يعني بعض الناس يقوم للنصيحة في المسجد، فكذلك عليه أن يراعي آدابه، آداب النصيحة من الأمر المعروف أو النهي عن المنكر، عدم الإساءة والتجريح لفلان أو فلان. كذلك عليه أن يراعي حال الناس. يعني بعض الناس يقوم بعد صلاة الفجر مثلا فلم يكن له درس، لكنه وبعض الناس لهم مشاغل وأعمال وكذا، فيطيل إطالة حتى تشرق الشمس. وبعض الناس ربما يكون له ذكر قرآن يقرأه بعد الفجر، بعض الناس له ورد، بعض الناس ينفتل إلى أبنائه فيوقظهم للصلاة. ولذلك علينا أن نتعهد الناس وأن نخفف عليهم وأن نوجز في الموعظة. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلماته يحصيها العاد، يحصيها العاد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على من كان إماما أن يراعي حال الناس في المسجد، من كان
داعية آمرا من المعروف ناهي عن المنكر عليها أن ينبغي أن يراعي حال الناس في المسجد. من كان مصليا ينبغي عليه أن يراعي حال إخوانه في المسجد حتى يكون المسجد اجتماعا للكلمة لا تفرقا للكلمة والعلم عند الله تعالى. كذلك سائل يسأل عن الطلاق في زمن الحيض هل يقع أم لا يقع؟ نقول أيها الأخوة الكرام الطلاق في زمن الحيض طلاق عده العلماء من الطلاق البدعي، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى وهو ما ذهب إليه جماهير العلماء بأن الطلاق في زمن الحيض يقع، إلا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وشيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وقد أقام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه الزاد أدلة ذكر فيها أدلة المانعين وأدلة المجوزين، وأقام الحجة على انتصر لقوله ولقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي يترجح أيها الأخوة الكرام عليه جمهورنا من جماهير العلماء أن الطلاق في زمن الحيض يقع، يعني من طلق امرأته وهي حائض فإن هذا الطلاق يقع ويعد طلاقا بائنا، لما جاء من حديث عبد الله بن عمر أنه مره فليراجعها، قال لا تكون رجعة إلا بعد الطلاق، وفي قول آخر مره فليراجعها وحسبت عليه طلقة وحسبت عليه طلقة. إذن هذه الأدلة وإن كان الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى أقام عليها أن فيها ما يصح وفيها ما فيه من درجة الحسن، لكن نقول أيها الأخوة الكرام الذي يترجح عندنا والعلم عند الله تعالى هو قول جماهير العلماء أن الطلاق في زمن الحيض يقع والعلم عند الله تعالى. أحبة الكرام فاصل ثم نعود بعده للإجابة على أسئلتكم، فكونوا معنا بحول الله تعالى. عدنا إليكم أحبتي الكرام ونسعد باتصالاتكم واستفساراتكم على أرقام الهاتف التي تظهر تباعا على الشاشة. وقفنا كنا أيها الأخوة الكرام عند سؤال السائل يسأل عن شروط البيع الصحيح، شروط البيع الصحيح وما أدراك ما البيع في هذه الأيام. البيع الصحيح أيها الأخوة الكرام له شروط، في شروط العاقد والمعقود عليه كما يقول علماؤنا. العاقد هو البائع والمشتري، العاقد هو البائع والمشتري، وقالوا اشترطوا في العاقد أن يكون عاقلا مميزا، أن يكون عاقلا مميزا، أي هذين الشرطين لم يشترطوا في البائع الإسلام ولم يشترطوا فيه البلوغ، بل قال علماؤنا العقل والتمييز سواء كان بائعا أو كان مشتريا. أما الشروط في المعقود عليه وهي السلعة، قالوا في هذه السلعة لا بد أن تكون طاهرة العين، لا بد أن تكون هذه السلعة مما ينتفع به، هذه السلعة تكون مما لم يحرم، أن تكون هذه السلعة كذلك في ملك الإنسان، أن يكون يملك السلعة، لا يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك. هذه جملة من الشروط التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تعالى سواء كانت في السلعة أو في البائع أو المشتري، ثم أضافوا إلى ذلك أركان البيع من الإيجاب والقبول وهو ما يسمى الرضا بين البائع والمشتري. ثم أردف هذا السؤال بسؤال عن نصيحة للتجار الذين يغالون في الأسعار في هذه الأيام. نقول لإخوتنا التجار اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الناس، والمسألة تكون أيها الأخوة الكرام بعض الناس يغالون في غلاء فاحشا ويستقلون بعض الأزمان التي قد يكون فيها بعض الادعايات أو الشائعات أو كذا، فنقول اتقوا الله سبحانه وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وليست منزلة هينة لمنزلة التاجر، ولذلك جاءوا برجل يوم القيامة، الحديث في الصحيح أن رجلا لم تكن له حسنة ولم يكن له من الأعمال ما يدخله الجنة، فإلا أنه كان إذا باع أو اشترى سامح الناس، فقال الله سبحانه وتعالى إني أولى بذلك منه، إن أشهدكم يا ملائكتي إني قد غفرت له، ووفر له بسبب المسامحة والوفاء في الكيل والميزان. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه المثل الذي نضربه لكل تاجر أمين صدوق، جاءته بضاعة والمدينة كان فيها شيء من الشدة وشيء من الضيق وشيء من قلة الطعام، والناس كلهم قد سمعوا أن عبد الرحمن بن عوف جاءته، لكن حال أمه أم عبد الرحمن رضي الله عنها أرضاها، دخل عليها عبد الرحمن وإذا بها تقول يا ويل عبد الرحمن يا ويل عبد الرحمن، فيقول لها عبد الرحمن بن عوف، قال لها يا أماه لماذا تقولين يا ويل عبد الرحمن؟ قالت يا بني لقد أتتك الدنيا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم في شيء من الشدة، فأخشى عليك أن تغالي على الناس فتهلك، يعني تغالي في السعر فتهلك. فنظر إليها عبد الرحمن لأنه تربى على مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى على أن ما عند الله خير وأبقى، قال يا أم عبد الرحمن والله إن بضاعتي هذه في سبيل الله
من قبل أن تدخل المدينة، يعني جعلها في سبيل الله من قبل أن تدخل المدينة. هذا حال التاجر الصدوق. فنقول لإخوتنا التجار الذين يغالون في الأسعار، اتقوا الله سبحانه وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل يقول: وهب أحد الناس مالا للحج، أو وهب أحد الناس مالا للحج ثم مات قبل أن يحج، هل يكون هذا المال ميراث أم لا؟ نقول: هذا المال إن كان من أحد الواهبين فإن الشرط يكون للواهب. والواهب لو قال أن هذا المال منحة حج فلان يحج به، فهذا المال يكون الوقف على هذا يسمى وقفا، والوقف يكون على شرط الواقف، شرط الواقف. فإما أن يسأل الواهب لهذا المال يقول له: إن هذا الرجل قد توفي، هل يجوز أن يحج عنه أحد الناس؟ لكن لا يجوز تقسيمه ميراثا لأنه لا يدخل في مال الميراث من هذه الجهة. كذلك من الجهة الأخرى أن الميت إذا مات وجب في ماله خمسة أمور، منها ما كان حقا أن يخرج ما كان حقا لله تعالى منه، ثم تجهيزه بالمعروف، ثم ما كان حقا للعباد، ثم ما كان وصية، ثم بعد ذلك الميراث. إذا الحج يخرج قبل تقسيم الميراث، فلا يدخل هذا المال أحبتي الكرام على الراجح إن كان هبة بشرطها في الميراث والعلم عند الله تعالى. سائل يسأل يقول: صلاة الجنازة تكون الصفوف ثلاثا وسبعا وخمسا. نعم، نقول صلاة الجنازة تكون على هذا الحال لأن الله وتر يحب الوتر. وقد جاء في جملة من الحديث أنه من صلى عليه مئة ومن صلى عليه كذا من الصفوف، ففيها بيان لفضل الوتر، فضل الوتر واستحبابه. كذلك نقول: إذا قل الناس أكثرنا الصفوف، يعني إذا قل الناس في جمع الجنازة أكثرنا الصفوف. وحتى يقع هذا الحديث موافقا لمن صلى عليه كذا من الصفوف ولمن صلى عليه كذا من الناس، والعلم عند الله تعالى. أما بالنسبة لصلاة الجنازة أيها الأخوة الكرام، فذكر علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى لها الصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، أنه صلى على أصحمة النجاشي، أن جبريل قد نعى لي العبد الصالح أصحمة النجاشي، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر أربع تكبيرات يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، ثم الصلاة في الثانية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في الثالثة الدعاء للميت، ثم الرابعة الدعاء لسائر المسلمين لعامة المسلمين، ثم السلام. فهي أربع تكبيرات أيها الأخوة الكرام على هذا الحال، والعلم عند الله تعالى. يسأل كذلك من السماية. السماية تسمى عندنا سماية، تسميها الفقهاء عقيقة. جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرهون بعقيقته يعق عنه يوم سابعه، يماط عنه الأذى، ويتصدق بوذن ذلك الشعر فضة أو ذهبا. إذن هنا الشاهد من هذا أن العقيقة أو ما نسميه عرفا عندنا السماية أنها تكون في اليوم السابع. اليوم السابع كل غلام مرهون بعقيقته يعق عنه في يوم سابعه. يقول علماء الأصول أن يوم السابع دلالة من دلالات الخاص، وأن الأعداد من دلالة الخاص، ودلالة الخاص أيها الأخوة الكرام دلالتها دلالة قطعية تدل على العدد، تدل على العدد. فما قبله يقول علماؤنا لا يجوز، ما قبله والعلم عند الله تعالى. أما ما بعده فإنهم أجازوها في أي يوم من الأيام، يعني الغلام يعق عنه في يوم السابع، أي هذا تحديدا لهذا اليوم. أما من العلماء من قال أنه إذا لم يعق عنه في يوم السابع، قالوا أنها هي سنة مؤكدة، فيجوز أن يعق عنه في يوم الرابع عشر، ويجوز أن يعق عنه في اليوم الحادي والعشرين، ويجوز أن يعق عنه في أي يوم بعد اليوم السابع. هذا ما ذكره الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى لما ذكر جملة من الحديث التي وردت في العقيقة، وذكر هذه كذلك ذكر ذلك الشوكاني. فنقول قبل السابع لا يستحب، وإن كنا لا نقول بتحريم ذلك، لا يستحب لأنه مقيد بسابعه. قبل السابع لا يجوز ولا يستحب فعل العقيقة قبل السابع. أما الإنسان إذا لم يتيسر له، يعني لا تيسر له أن يعق في يوم السابع، فله أن يعق عنه متى ما وجد سعة من المال، والعلم عند الله تعالى. سائلة تسأل تقول أو سائل يسأل يقول: صلاة النافلة بعد العصر. صلاة النافلة بعد العصر، بعد العصر من الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها. الشارع نهى عن الصلاة
في خمسة أوقات، نهى في خمسة أوقات، إنها بعد العصر. نهى الشارع عن الصلاة بعد صلاة الفجر، ونهى الشارع من الصلاة حال شروق الشمس، ونهى الشارع من الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة، بمعنى أن الشمس تتوسط كبد السماء، ونهى الشارع من الصلاة بعد العصر، ونهى الشارع من الصلاة بعد عند غروب الشمس. إذن هذه خمسة أوقات، حال بعد صلاة الفجر لا يجوز الصلاة، ثم عند شروق الشمس لأن الشمس تشرق بين قرني شيطان، وأن ذلك الوقت يعبدها عبدة الشمس فيسجدون لها في هذا الوقت، فنهينا أن يصلي الإنسان في هذا الوقت كراهة التشبه بهم. ثم كذلك في عندما يقوم قائم الظهيرة، قال علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى بمعنى قائم الظهيرة أي أن الشمس تتوسط كبد السماء قبل الزوال، يعني قبل صلاة الظهر بعشر دقائق، هذا الوقت الذي فيه الكراهة. فنقول أن العلماء قالوا عليهم رحمة الله تعالى أن هذه ساعة كما جاءت في بعض النصوص والآثار، أن هذه ساعة تسجر فيها نار جهنم عياذا بالله. ثم النهي عن بعد صلاة العصر وحال شروق الشمس، لكن استثنى العلماء عليهم رحمة الله تعالى جملة من الصلوات، جملة من الصلوات التي يجوز أن يؤديها الإنسان، وقالوا أن هذه الصلوات من ذوات الأسباب. من هذه الصلوات قالوا أنه يجوز للإنسان إذا دخل إلى المسجد أن يؤدي تحية المسجد، أن يؤدي تحية المسجد، يؤدي تحية المسجد إذا دخل بعد العصر، دخل بعد الفجر، دخل في وقت من هذه الأوقات، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، فيؤديها في أي وقت من الأوقات. ثم كذلك تحية المسجد وصلاة الكسوف أو الخسوف، صلاة الكسوف أو الخسوف. ثم كذلك من الصلاة صلاة الجنازة، إذا حضرت الجنازة قبل صلاة العصر أو عند صلاة العصر أو عند غروب الشمس، هل تصلى عليها أم لا يصلى؟ يصلى عليها في هذه الأوقات، هذه جملة من الأوقات. كذلك ركعتي الطواف، هذه جملة من الأوقات أيها الأخوة الكرام التي لا يجوز الصلاة فيها أو صلاة النافلة فيها والعلم عند الله تعالى، إلا هذه الصلاة التي قيدها العلماء، سموها الصلاة ذوات الأسباب كما ذهب إلى ذلك علماؤنا من الشافعية. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، ونعتذر للإخوة الذين لم نجب عليهم لضيق الوقت ولانقضاء الزمن، فإن الزمن قد داهمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا منكم أجمعين، وأن يقبلنا عنده أجمعين، ولي ذلك والقادر عليه. ونقول تم الكلام، ربنا محمود وله المحامد كلها والجود، ثم الصلاة على النبي محمد، ما ناح قمري وأورق عود، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.